اهلا بكم في قناة مساء الاخبار، واهلا بكل المتابعين والمشتركين. وفيديو جديد وتوقعات في غاية الاهمية والخطورة، وهذا ما قاله ابو علي الشيباني لهذه الدول العربية. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. بقي عدة ايام على انتهاء العام، وهنخش في سنة جديدة وتوقعات جديدة، وعايزين نعرف ماذا توقعها هؤلاء عن هذه الدول، وده اللي هنعرفه النهاردة. وهنبدأ بابو علي الشيباني، توقعات في غاية الخطورة. قبل ما نبدأ بفكر حضراتكم بأنه طبعا لا يعلم الغيب إلا الله، وأن دي مجرد توقعات، وأن الله يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. طيب دي حاجة مهمة. بفكر حضراتكم برضو بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، أن ده هيخليكم متواصلين معنا. ولو حابين تدعمونا بالانتساب طبعا تنورونا، وياريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. طيب اول دولة معانا هي دولة العراق، لان طبعا ابو علي الشيباني هو عراقي الجنسية اللي معرفش، فدايما بيبدأ بدولته. طب قال ايه؟ هنعرف مع بعض بالتفصيل التوقعات. قال هذا العام سيخلو العراق من المرجعية الدينية ويبقى بدون مرجع ديني حتى ظهور الامام المهدي، ويتعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال، ويأتي سيل تاني على أربيل، سيل أو فيضان يعني، تغرق الكوفة، وأرى في حارات بغداد الثلج. العراق لن يستقر إلا عند ظهور الإمام، ولا حتى هيتم إعمار الشوارع ولا أي حاجة هتحصل في الميادين وكده يعني لغاية ظهور الإمام. يعني حال العراق هيفضل كما هو عليه لغاية ما يظهر الإمام المهدي. ستسقط كل الأسماء وتنتهي إلى الأبد، وتأتي أسماء جديدة تلعن بعضها بعض. عاصفة تأتي إلى النجف بين الشهر الثالث أو الخامس، مرعبة جدا، وعاصفة ومطر في البصرة في غير أوانها. سيموت جمع كبير في النجف ممن يدعون العلم، وسيودع الناس الكثير من الناس على الإطلاق. ستجدون ظاهرة عند مرقد الإمام علي مرعبة، وهذه السنة فاصلة في ظهور الإمام. هذه السنة ستعرفون من لديهم دين ومن هم كذابين. أرى هزة أرضية بين السليمانية وأربيل يشعر بها النجف، وأرى هزة أيضا في إيران تهدم الكثير من البيوت، وأرى البصرة تشتعل فيها النار في ميناءها اشتعالا كبيرا، وأرى في بغداد فوضى وترجع للمظاهرات وفيها يقتل الناس. وأتمنى من أهل بغداد أن يحتفظوا بذهابهم، لأن دبي ستنهار كما انهار لبنان، وأتمنى منهم أن هم ياخدوا فلوسهم قبل انهيار دبي. كمان قال العراق سيخلى من الساحة العلمية الحوزية، وسيبقى الناس تائهين، وهذا يضع للحوزة الأمية في النجف مكان. من شهر 1/23 لشهر 4/2024 كل التحالفات ستنتهي بين الإطار التنسيقي والحكومة، وتبدأ الحرب بين رئيس الوزراء والإطار التنسيقي مجتمعا أو منفردا. كثير من الأحزاب ستنقض اتفاقاتها، إن كان سنة وشيعة أو شيعة وشيعة أو أكراد وشيعة وهكذا. يبدأ الصدريون نفض الغبار ويلبسون عباءة الإصلاح في الشهر العاشر للسنة اللي بعدها. الأمريكي يريد أن يقضي على حكومة السوداني، والأمريكي بيدس السم في العسل، ومعه فرنسا لإسقاط الحكومة تحت شعار إنها حكومة إيرانية. العراق مقبل على فيضانات مرعبة في صلاح الدين والذيالة والكوت، والعراق مقبل على مظاهرات، ومقبل على عمليات لداعش بيقودها الأمريكي في العراق طبعا وحاميها حراميها. العراق لمدة 8-9 شهور في رخاء، الناس هتحس بيه شوية، ولكن لا يوفق الساسة، سيخرج الناس وهيقلب عليها سفلة. برغم هذا الرخاء لكن في انقلاب في الساسة، يعني امريكا مش عايزة يبقى في رخاء، فهيخليكوا تبقوا كارهين اللي ماسكين الحكومة. العراق مقبل على حر لا مثيل له، ومطر في شدة الصيف، 3 هزات أرضية أولها قرب الحدود مع إيران، واتنين في السليمانية وما بعدها يشعر بها أهل بغداد والنجف. ظاهرة يرتقبها الناس في عاشورة، ويرى الناس الإمام رؤية العين، إنه الإمام كأنه يدعو، ولكن ليس الظهور الذي تتوقعونه. حادث في كربلاء في عاشورة في العراق يبدأ الغلاء، حتى يظن الناس إن القضية وصلت للهوية، إنها أمريكا وليس البنك المركزي أو الدولة. وفي هذه الفترة فيكثر اللصوص والسارقين، يموت الساسة ويشيعهم الناس، ولكن عليكم أن تعرفوا أن مقتدى سينهض ليطلب انتخابات مبكرة.
ده بالنسبة لدولة العراق في السريع. الدولة اللي معانا بعد كده المملكة العربية السعودية. في المملكة العربية السعودية قال ينتظر السعودية في هذا العام موت ملكها ويتنازع أهلها على الملك ولن يبقى منهم شيء إلا ودخلت الفتنة بيوتهم. إن محمد بن سلمان لن يحكم أكثر من 9 شهور بعد موت الملك. السعودية يظهر فيها بركان ظاهر للأعين وهي بشرى ظهور المهدي، وفيها الكثير من العواصف والسلوك، وأرى انفجار عظيم في السعودية ليس مصدره من الحوثيين. السعودية تحترق بها أرامكم ثانية، كثير من مدنها كمان، لأني أرى حيث تبدأ الحرب تضرب تلك المدن ضربة قاتلة. السعودي سيطبع مع الإيراني، ولكن كل هذا سيكون غير حقيقي. الحج سيكون معطلا لسنين حتى ظهور الإمام، وذلك بعد هزة أرضية رهيبة. أرى القبائل العربية ستكون ضد محمد بن سلمان رغم عطائه، فلا يبقى معه إلا القليل القليل، وبذلك يذهب ملكه وآل سعود إلى الأبد. من ناحية تانية برضو اتكلم وقال في هذا الحج سيموت الملك، وهي من العلامات الكبرى لظهور الإمام، ومع دموته ب9 شهور ستظهر فوضى، وهذه الفوضى تمتد لعام 2026 وسيقلب عليها سافلة. المملكة بتنتقد فيها القبائل أو بتنتفض والعشائر على ابن سلمان، بالرغم من أن ولي العهد لم يقصر معهم ولا يوجد فقير في المملكة بسببه، ولكن سيقومون ضده من توترهم. بعد الملك ما بعده ملك، ومحمد بن سلمان ينتظر مساعدة ترامب. يرجع القتال مع اليمن ويحاول اختيار عبد الملك الحوثي وهينجح. السعودية ستغرق في البرد والفيضانات والتدمير الأشهر القادمة، حتى أظن الكعبة تنفلق وتنشطر ويظهر شيء عجيب. أرى أن أرامكو تحترق وارتفع فيها سعر البترول ولن يعرفوا سبب الضرب. طبعا توقعاته للمملكة يعني صعبة جدا. يعني الراجل ده يعني بشوف فيه فعلا توقعاته بتتحقق بشكل غريب، ولكن الحمد لله الحمد لله لغاية دلوقتي مفيش حاجة قالها للسعودية اتحققت، وأتمنى أن الموضوع يفضل على كده. كمان في دولة تانية اتكلم عنها هي اليمن. اليمن كتير جدا من الناس بتطلبنا ان احنا نقول التوقعات، خصوصا اليمنيين زهقوا من الحرب وزهقوا من الحال اللي هم فيه. ابو علي الشيباني قال ان فيروس الجاسوسية والعمالة بدأ ينخر اليمنيين والحوثيين نخر لفساد الاموال وقلة الادراك والبصيرة، وسيقتل ملكهم. هو بيقول عبد الملك الحوثي هيتقتل في يوم ما، هيتم اغتياله، وان القصف المدمر على صنعاء الا بحثا عن ملكه، ان الحوثيين وهذه المعركة لن تنتهي الا عند ظهور الامام، ولن ينتصر فيها احد، وتبقى الاحوال كما هي حتى مجيء الامام. ننتظر الايام القادمة لنرى من سيخلف مكان عبد الملك. الفقر والالم والمرض والحرمان سيخيم على اليمن، وقتال كبير يدفع ثمنه الابرياء. ده للاسف الشديد يعني. كمان قال بيخطط الأعداء باختيال 3 عناصر مهمة، هم محمد الحوثي وعبد السلام الحوثي وملكهم عبد الملك الحوثي. الحوثي لا يريد أن يسمع عليه أن يعيد فرمال دماغه حتى يسمع. نعم سترجع الحرب مثل قبلها وتحترق بوارج السعودية، ويستخدم الحوثي مسيراته لضرب الرياض لأنه شعر بالخيبة من المجتمع الدولي وعدم إنصافه. الحوثي إذا سمع بضرب إيران سيشترك في الحرب لمساعدة إيران، ولكن العدو يريد اغتيال هذه العناصر الثلاثة الأول ليضعفهم قبل ضرب إيران. المعركة آتية ستكون معركة مفصلية. كمان قال في توقعاته لدولة الإمارات، قال من عنده مال في الإمارات عليه أن يسرع ويأخذها حتى لا تكون عنده ضيق مثل ما حدث في لبنان، يعني هيحصل حجز للأموال في وقت من الأوقات. رأيت أبراجها وبورصتها تنهد وتنهار ولن يبقى فيها شيء يذكر. الإمارات تتعرض لزلزال مرعب في البحر يقلب عليها سفل. يعني السبب في المشاكل اللي هتحصل في الإمارات فيما بعد مش هتكون بسبب اقتصادي أو حرب أو حاجة، ولكن على حسب كلامه هتكون بسبب الطبيعة. الإمارات انتهت وموت أميرها اقترب، وموت أكثر من شيخ في الإمارات. كمان قال ستنهار البورصة
وزلزال في عرض البحر واحتراق الناطحات وانصهار اموالها بفتوى امريكية، ده بسبب انها طبعا يعني بتقرب من روسيا. الامارات كتب عليها ان تمحق، وهذا ما تريده امريكا بعد مساعدة الامارات لروسيا وانفجار عظيم في الامارات، ولا يعرفون من اين تأتي الضربة. اما عن سلطنة عمان، قال السلطنة نايمة وعندها يحل الجوع، هيبتدي بقى الناس تصحى. وقد ذهب سلطانها مع السلطان قابوس، ورخاءها ذهب مع السلطان قابوس. نعم هي مستقرة، ولكن استقرار النائم وحين يفيق الشعب يجعل الشر يحل مكانه، وهذه آخر سنة في استقرارها. وقال كمان يأتيها سيل مرعب ومدمر كأنه قاصفات من السماء. أما عن وضعها الاقتصادي، زي ما احنا قلنا هيفضل مستقر ما عدا هذا السيل وهذه المياه وهذه الفيضانات، لا يحدث فيها شيئا يذكر، ولكن زي ما احنا قلنا هذه آخر سنة في استقرارها. أما عن دولة البحرين أو مملكة البحرين، قال البحرين لا يحدث فيها شيء يمسك زمامها الإسرائيلي والأمريكي حتى ظهور الإمام، وساعتها يقلب عليها سفلها. وأيضا في توقعاته قال ستبقى هادئة سوى مظاهرات شيعية للذين لا يعرفون ماذا يريدون. أما عن إمارة الكويت، قال سيموت ملكها وسينقلب الناس ورا الوهابية والبدو قد سيطروا على أركانها، فنرى فيها هرج ومرج لم نراه من قبل إلا عند غزو صدام عليها. عواصف ترابية لم تعهدها الكويت منذ أن خلق الله الكويت، يعني من الخمسينات، هتكون عواصف مرعبة جدا وتدل على شيء عظيم. وقال كمان سيموت أميرها ويكون البدو الإخوان لهم قدم مرعب، والأفغنة وجود داخل الكويت، وهي موجودة بجزء كبير كمان مش في الكويت بس، في كذا دولة خليجية. الدينار الكويتي الآن بتلاتة، وهيكون دون ذلك نتيجة الأحداث التي ستأتي بعد وفاة الأمير. دي كانت التوقعات اللي قالها. لسه في قطر ما اتكلمناش عنها صحيح. قال عن قطر الآتي، قال كده أرى فتنة أو أرى قناة الجزيرة معزلة تقصف بطائرة مسيرة، وأرى في مشاكل هتحصل. أرى قطر قد حوصرت مرة أخرى، وأرى قطر علتها الغاز والناس ستتبرع بالغاز تحطيما لقطر. أرى أمير قطر يتعرض لمحاولة اغتيال بارزة أمام الناس. المحاولة ما قالش اغتيال. قال كمان قطر في رخاء لبعض الوقت، وأقول للحكومة القطرية ما فعل الشيخ تميم في المونديال السنة اللي فاتت يخاف عليه من الاغتيال، يعني كل شوية بيتكلم على هذا الموضوع. لقد اصطدم بالماسونية وبإسرائيل ومحل بهم، لن يمر مرور الكرام، وعلى قطر الحذر. أرى الجزيرة في قطر قصفت بطائرة زي ما احنا قلنا، يتعرض أبوهم الأمير حمد لجلطة أو مضاعفات صحية. كده اتكلمنا عن دول الخليج تقريبا كلها، اتكلمنا عن السعودية، عن العراق، عن اليمن، عن قطر، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، اتكلمنا عن الكويت طبعا، اتكلمنا عن كل الدول العربية الخاصة بدول الخليج. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. احنا كده جبنا توقعاته على مدى سنتين ورا بعض، وايه اللي قاله بالظبط لهذه الدول. اما توقعاته الجديدة ان شاء الله، ان شاء الله اول ما هتنزل هنقولها لحضراتكم. وليه كاتبين توقعات 2024؟ لان الراجل ده بيقول التوقعات دي ممكن تحصل النهاردة، ممكن تحصل بعدين، ممكن تحصل السنة اللي جاية. الميعاد نفسه في ايد رب العالمين، لكن محدش يعرف امتى التوقع ده ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، لان كل حاجة بايد ربنا طبعا. شكرا لكم، اشوفكم بخير في فيديو جديد. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك وتفعيل الجرس، نعمل لايك وشير للفيديو لو عجبكم كنوع من التقدير او الدعم للقناة. وكمان شكرا للأستاذ صالح على انتسابه في قناة مثال أخبار، وشكرا لكل الداعمين لينا لأنهم بسببهم احنا مكملين. أشوفكم بخير بإذن الله. كان معكم أختكم مريم.